صحيح، وكما قلت أنت إن شاء الله دعائك متقبل، نسأل الله لنا ولهم الهداية. شنو حكم الشرع في تشابه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة؟ هاو الحديث، نذكر لك حديثني حديثين ولا ثلاثة، وهانو الناس تعرف شنية تشبه الرجل بالمرأة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. هذه ساعة اللعنة، واللعنة يعني مطرود من رحمة الله به. هذا حديث رواه البخاري. وحديث آخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تواني شوفوا فيه تو يعني ملعون في فيش متشبهين، يعني الرجال والنساء يعني الشباب، هو تو أكثر شيء هم الشباب. كي تلقى فتاة تلبس كما الشاب، وإلا شعرها تعمل كما الشاب، وإلا في كلامها وتصرف، أو فما فتيات تو تسمعوا في الشارع يسبوا حتى في الدين، يتغشوا ولا يتنرفزوا، يسبوا الدين ويسبوا الجلالة ويقولوا كلام زي هذه سمعناها في الشارع. وإلا أولاد شباب وكان مش اللحية اللي في وجهه، إذا كان خليها ادخول هذي فتاة تعجب كلامه ومشيته وتصرفاته ومشط شعره ولباسه، هذوما لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أش قال؟ حديث يرويه أبو داود عن أبي هريرة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. خاطر كل واحد عنده لباسه، توا تلبس شي مرأة مثلا توا بالنسبة لينا جبة، الجبة هي وليد حتى بشكل آخر المرأة يجوز طيب، أما فما حاجات أخرى ولا تلبسها الفتاة هي لبسة الرجل الشاب، وفما حاجات أخرى متاع فتيات يلبسوها الشباب. خلينا ما كلي ولاو يعملوا حاجات في وجوههم فيها نوع من الزينة، نوع من المكياج، نوع من المشطة، ونوع من الكلام، ونوع من المشي، يعني عدة أشياء. أرو ما ننظروش هنا فقط في قروان، أرو في جهات أخرى أرو أكثر، أراهي فما انتشرت هذه المسألة في صفوف من هؤلاء الملعونين. قل لهم راهم ملعونين، تحبوا هما قالك في نطال في إطار الحرية وكذا، حرية حرة، أما راهي ملعونة هي ولا هو. نعود الحديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. والتخنث روى ذي فما نوع من المرض، فما نوع هذاك شيء آخر. تقى إنسان يكبر ما هو شاب وما يكبر طباع أنثى، كلامه مشيته كذا، مش هو اكتسبه ولا كيك طلع من اللي هو صغير. وإلا فما بنات وتولي نساء، نعرفوهم نساء في كلامها ومشيتها وتصرفها وصوتها، وراه عندهم حكم حتى في الميراث. الخنثى كم ماذا ترث؟ الخنثى يعني الرجل اللي هو يلبس كي المرأة ويتكلم كي المرأة، راه مرض مش متاع الأولاد متاع توا اللي يعملوا حاجات أخرى، لا هذه المرض نقصد. وإلا الراجل اللي يعمل كل المرأة والمرأة اللي تعمل كل الراجل، هذه عندها حكم في الإرث. يقولوا الفقهاء، يقولوا شنو اللي يغلب عليه، يغلب على صوته ويغلب على تصرفاته، وذاك ياخذ باي ذكر ولا باي أنثى. طيب نعاود، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. طيب هذا مسأل اللي أي سألت الأخت اللي تتشبه الرجل اللي تشبه المرأة والمرأة اللي تشبه بالرجل، والله أعلم. سؤال ثاني، عندي توكيل متاع ورثة معايا وعندي فلوس في البنك متاع قطعة أرض، النصاب ما هوش كيف بالنسبة لكل ورثة، فما ورثة معناها عندهم النصاب وفما ورثة ما عندهمش النصاب، كيف ناش تقع معناها إخراج الزكاة بالنسبة للورثة هذوم؟ طيب هذا سؤال يتسمى في الفقه حمال أوجه. شو معناه حمال أوجه؟ يعني يحتمل عدة أشياء. تو سأل قال عندي ساعة، قال عندي وتوكيل بيه توكيل، لأنه ربما الأكبر والأخرين أيتام صغار وكذا،
عنده توكيل. ثم قال قطعة أرض، وبعد قال عندي فلوس في البنك، يعني هو موكل على هذوم، على هالقطعة أرض وعلى الفلوس اللي في البنك. كان موكل على قطعة الأرض، قطعة الأرض ما يبشت باش تكون عندها محصول، محصول قطعة أرض مثلا تنتج القمح، تنتج الشعير، تنتج الزيتون إلى خيره. هذا شنو كيفاش باش يتوزع الزكاة ويسأل على الزكاة؟ طيب كان الأرض باش كان باش تسأل أنت على مقدار كل واحد من ورثة قداش نخرج عليه، هانو عمل حسابك. كان هالأرض أنتجت قمح مثلا، أنتجت قمح، أنتجت قمح، كان أنتجت قمح والأرض بعلية، إيش معنى بعلية؟ يعني تسقى بماء المطر، هذاك كل واحد يخرج العشور، تخرج عليه العشور من المنتوج متاعه من بايو. كان الأرض سقوية بالآلة وبالموتور وبالبير وكذا، يخرج نصف العشور. ثم قداش يخرج هكاك كل ما تنتج الأرض لأكثر من 50 قلبة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام حددها أكثر من 5 أوسق، 5 أوسق يجي تقريب 50 قلبة. كان محصول أكثر من 50 قلبة يخرج عليه العشر إذا كان ماء سقوي، ماء بعلي نصف العشر إذا كان سقوي. طيب هذا إذا كان الأرض، هو قال عندي فلوس في البنك زاد، يعني فلوس متاع هالورثة هذوم كيفاش يخرج عليه؟ نفس الشيء الفلوس، كان أكثر من 20 دينار ذهب فري أو 200 غرام فضة، هذوما يسأل عليهم هال20 غرام ذهب بذية، ما يسأل عليهم الصياغي صايغ بيع الصياغة، قديش مقدار الزكاة هالأيامات. علاش نقول الكلام هذا؟ لأن الذهب يطلع ويهبط، والمفتي يقول على المبلغ بتاع الزكاة كل رأس عام، أما راهو ذاك مش ثابت، لأن هنشوفوا في التلفزة وفي القنوات بتاع فلوس بالصرف وكذا، الذهب يطلع ويهبط. يسأل الصايغ اللي يبيع في الصياغة يقول له بلي مقدار النصاب الزكاة هالأيامات من الذهب قديش، ويقول له 1,300,000 1,400,000 في حدود هكاك مثلا يخرج. إذا كان ما هالمليون وثلاثمائة 1,400,000 حال عليهم الحول، جان في الآخر 1,400,000، جان في السنة 1,400,000 ولا أكثر، يخرج على 1,400,000 يخرج عليهم بالطبيعة ربع العشر، كيحول عليه الحول أكل 1,400,000 يخرج عليها ربع العشر. هذا كان فلوس. ثم هل روح حتى هز الصغار ذوما إذا كان صغار دون البلوغ ودون كذا وما نجموش يتصرفوا في فلوسهم، حتى كي يعطيهم فلوسهم ما نجموش، راو اليتيم لابد أن تاجر في ماله. علاش؟ لأنه إذا كان هو يتيم وخلال أبوه فلوس وتقاعدت كل فلوس في البنك، قاعدت كل عام نزكي عليها، كل عام نزكي عليها، باش تجي وقته تنقص. أش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، يعني فلوس اليتيم خرجها خدمها، خدم له بها، خدمها له باش ما تجيش يحول كل عام يحول عليها الحول تنقص ربع العشر، والعام الجاي ربع العشر، حتى تولي ما عادش فما حتى تنقص قيمتها، لا انتجروا به. طيب قال نصيب كل واحد، شنو نصيب؟ درى نصيب كيف ما الورثة، وإلا قداش يخرج؟ قداش يخرج كيف ما كنت نقول، كان ما فيش ذكور وإناث، ذو عندك عند الهالك الميت يعني، خلى أبناء يخرج عليك الأبناء نصيبهم من الزكاة، قمح العشر ولا نصف العشر، فلوس ربع العشر، يخرج عليهم الكلهم نفس الشيء. ما فماش هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ذاك في القسمة، أما هذا باش يخرج الزكاة يخرج على الكل. إذا كان واحد نصيبه 20 مليون، احنا قلنا نصاب مثلا 14 مليون، إذا واحد نصيبه 20 مليون لأنه خدم بها وخدمها وكذا، والآخر نصيبه 8 ملايين، هذا كم يخرجش 8 و10 ملايين وكذا، تخرج على اللي نصابه وفلوسه وصلت النصاب. ما وقلنا هذا السؤال الذي حمل أوجه، ولذلك أنا جاوبت حسب ظاهر السؤال
وربما فماش حاجة أخرى. إذا يحب الأخ هذا ياخو رقمي ويسألني يتفضل في أي وقت والله أعلم. السؤال الثالث، إذا كان معناه تخرج النصيب كل وارث وحده، فما معناه اللي ما يخلطش للنساء، شنو معناها الحل؟ وشكرا والسلام عليكم. إيه بس خرج كل واحد وحده وراه، مش هو شنو مثلا هي أرض أنجت قديش من قلب قمح ولا كذا، ما هو مع بعضهم، ما قسموش هما الورثة، ما قسموهش. فما واحد نصاب وكذا أكثر من الآخر، فما نولي ونأخذ كأنها قسمة تركة بالنسبة للمحصول. إيش معنى قسمة تركة؟ من كان له نصاب وحال عليه الحول تخرج عنه الزكاة، ذاك مهما كان مهما كان السن. اللي ما عندوش نصاب ما تخرجش عليه الزكاة. مثلا صغير تو نصابه قديش من القمح؟ مليون، مليون من مما أنتجته الأرض. إيه شنو بش يكون خوه مثلا أكبر منه، وإلا بش يكون عنده أكثر؟ علاش أكثر؟ هذيل كلهم كيف كيف، علاش واحد بش يخو أقل والآخر أكثر؟ مادام مشنا بش نقسم التركة، رأي مش قسم التركة، هذه قسمة إنتاج الأرض، يعني محصول الأرض، ومحصول الأرض يتساوى فيه الجميع في إخراج الزكاة عليه، والله أعلم. السؤال موالي. السلام عليكم. بربي الحب نسأل الشيخ بموضوع حكم قضاء الفوائد من الصلوات أو تأخيرها، وهل يمكن الجمع بينها؟ وشكرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهمية صلاة الفوائد هذه ديما نسأل عنها لما حالة، وبه كيف إنسان يسأل على صلاة الفوائد، لأنه إذا كان إنسان يسالك فلوس ما كتظل تلوج كيفاش ترجعهم له، هذا تعتبر دين، والدين ما هم بالليل وذل النهار كما يقول. هذا بالنسبة مع الناس، أما راه دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. أنت عندك صلاة ما صليتهاش هذا كدين، لكن شنية هالصلاة اللي ما صليتهاش؟ أما البارح نسيت العصر مثلا، طيب احنا تجاوزنا العصر، البارح في الليل، البارح في النهار ما صليتش العصر، غفلت وصليت المغرب والعشاء ورقدت وقمت إلى آخره، تفكرت تو تصلي العصر، تفكرت تو تصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ما تنجم تصلح الغلطة إلا كونك تصليها، أكسل اللي نسيتها. أش معناها؟ نزيد ونبينه، كما قلت البارح نسيت العصر وإلا الظهر، صليت العصر ما صليتش الظهر، وجاء المغرب وصليت المغرب وكذا، اليوم توا مثلا هنا صلينا العصر، الظهر والعصر، الجمعة والعصر، اليوم تقول البارح الظهر كهيني ما صليتوش، كنت ناوي باش نصلي في الأول، قلت توا نصلي في الثاني، البارح هذا شوي ما صليتوش لا في الأول لا في الثاني وصليت العصر. إذا تفكرت هذا قوم توا صلي وحده الظهر نتاع البارح، وهكذا. مثلا إذا كان البارح ما صليتش العصر وتو تفكرت وقعدت، مش تو تفكرت شوي أخرى قبل المغرب بدرج، صليه العصر قبل المغرب بدرج، تفكرت وانت داخل الجامع باش تصلي المغرب وقاموا صلي معاهم المغرب، وبعد ما تكمل صلي العصر وحدها، مشي معاها مغرب، لأن الترتيب هذاك مغرب وعشاء وإلا ظهر وعصر، هذوما الترتيب يجي هكاك. طيب مالا إذا كان تفكرت صلاة صليها وقت اللي تتفكرها. أما الفوائد الأخرى، إذا كان إنسان خلى نهارين ثلاثة نفس الشيء، مشى القضية لتونس ولا للخارج ولا كذا، وما قاش كيفاش يصلي وما عرفش وتشغل وكذا، ورجع ويتفكر روحه كانوا ثلاثة أيام ما صلاهمش، يا يصلي هك ثلاثة أيام، يصليهم هك ثلاثة أيام بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء، كان لقى في نفسه راحة ولا كذا يزيد متاع نهار آخر ويزيد متاع نهار آخر ثلاثة أيام، ويكون برأ ذمته. طيب الصلاة لكن إذا كان فاتتك، يعني صليت فايتة مثلا، ناخذ مثال، مشيت لتونس البارح
البارح مشيت لتونس، وانا اليوم اليوم مشيت لتونس، وفي تونس صليت الظهر وما صليتش العصر، وروحت اليوم بعد المغرب، بعد المغرب صليت المغرب. اش تعمل فيك العصر اللي فاتك في تونس باش تصليه ركعتين؟ اش معناها ركعتين؟ يعني الصلاة تؤدى كما هي، سفر سفر، حضر حضر. اش معناها؟ يعني اذا كان انت في تونس ما تمشي لتونس تولي عندك رخصة التقصير، قصر الصلاة. في تونس مثلا مشيت روحت بعد المغرب، جيت لهنا ما صليتش العصر، صليه ركعتين بالتقصير. هذا اللي كيما العصر سر ترجعوا سر، المغرب جهر ترجعوا جهر، العصر مثلا ولا الظهر صليت مسافر، يعني قصر، كي ترجعوا كي تقضيه تقضيها صلاة مسافر. طيب رولوا في الأوقات المنهية، كل ما تفكرت صلاة ما صليتهاش صليها ولو في الأوقات المنهية. تو مثلا احنا تو بعد العصر في المذهب المالكي تكره النافلة، تو من عصر للمغرب تكره النافلة، مش محرمة، راه مكروه، في مذاهب أخرى يجوز، لكن إذا كنت فكرت حاجة فايتتك صليها تو ولو في أوقات منهي. طيب إيه هذا نوع آخر، إذا كان إنسان ما صليش سنين مثلا، تو عمره 30 سنة مثال، وهداها ربي ولا يصلي، إيه هاك السنوات الأخرى اللي ما صلى هاشي قديش من عام، مثلا قول 15-16 سنة، من اللي بلغ، من اللي بلغ اش باش يعمل فيها؟ هذيك يصليها. كيفاش يصليها؟ يجمع خمسة أوقات كل مرة مع بعض، خمسة أوقات، وين يلقى في نفسه فضاء ولا وقت فاضي ولا كذا يصلي. قديش؟ صلاة يوم، صلاة يومين، صلاة ثلاثة أيام، ويسلم ويرتاح ويمشي يقضي، يمشي يخدم، وبعد لقى فرصة أخرى وقت آخر فاضي يزيد يصلي ويكتب ويسجل ويحرص على التخلص من إثم التأخير ومن وخلص روحه من براءة الفوات، لأنه راه دي. فما اللي يقول لك لا توك هو أنت تو بديت تصلي، عمرك 30 ولا 35 ولا 25 سنة بديت تصلي، أي من تاب تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها. هذا فما اللي يقولوا، وفما يقول لك لا هذيك دين، ودين الله احق ان يقضى، ولذلك لابد ان يقضيه الانسان. واش خسر الانسان؟ يسجل، يصلي ويسجل، يصلي ويسجل، قداش صليت في النهار اليوم مثلا، عملت 20 صلاه فايته هكا ارتحت منها، غدوه مثلا تعمل 10، كل ما تلقى وقت وتستعين بالله ويوافقك الله والله اعلم. السؤال مول بربي، نحب نسأل الشيخ عن حكم الشرع في صلاة الجمعة في المنزل للمرأة ووقت أدائها. صلاة الجمعة للمرأة به حكم صلاة الجمعة للمرأة في بيتها في المنزل يعني ووقت أدائها. الساعة من شروط الجمعة، من شروط صلاة الجمعة هي ما يواجب، من شروطها الذكورة، يعني صلاة الجمعة للذكور. طيب إيه إذا كان الأنثى ما تصليهاش؟ لا، الذكورة هذيك واجب عليه صلاة الجمعة به، إذا ما صلاهاش إثم، وإذا ثلاثة جمعة ما صلاهاش ختم الله على قلبه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ختم أو طبع الله على قلبه ثلاثة جمعة. إيه والمرأة؟ لا يختم الله على قلبها ولا تأثم إذا ما كان ما صليتش الجمعة. الرجل إذا ما صليتش الجمعة يأثم، والمرأة إذا ما صليتش الجمعة ما تأثمش، لكن إذا صليت الجمعة تكسب ثواب. أولا صليت مع ناس، مع جماعة، في جماعة في مسجد، واستمعت إلى الخطبة واستفدت. ما لا راهو كي نقولوا من شروط من شروط وجوب الجمعة الذكورة، مش معناها الأنثى المرأة إذا ما صليتش تأثم، إذا صليتها تأثم، لا، أما إذا كان ما صلتهاش ما تأثمش،
الرجل إذا ما صلى هشي يأثم. المرأة مش واجب عليها كونه ما تصلي الجمعة، مش واجب، حابت تمشي تمشي وتصلي وعندها ثواب. وراو لو قعدت في دارها وما صلتش راهي لا تأثم ولا تعد إثم ولا مذنب. طيب إذا كان ما حبتش تمشي لظروف وعندها صغار ما تقاش تكون يتلها بيهم وكذا، وقتاش تصلي؟ بعد الظهر، بعد وقت الظهر. هانا نعرفوا احنا حتى في الجوامع اللي يصليوا في لول كيف يقيموا كيف يأذنوا لصلاة الجمعة، هانا تعرف الوقت دخل ماضي ساعة غير ربع، ماضي ساعة غير أربع، حسب الوقت حسب الفصل، حتى من نصف النهار ونص وخمسة، حتى الماضي ساعة غير ربع ولا غير درجي. بعدها تصلي الظهر، هاك الجمعة اللي كتصليها الظهر وحدها في بيتها ولا حرج عليه. حابت تمشي للجامع لا إثم عليه، وهي غير مطالبة. أما كيف النافلة حابت تعملها باش تستفيد من صلاة الجماعة وباش تستفيد من الخطبة، الاستماع إلى الخطبة. ما لنعاود رم أربعة ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، كونه من شروط الجمعة الذكورة و قال عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. أشكون هما الأربعة؟ عبد مملوك، هذا معناه أو امرأة أو صبي أو مريض. يعني الصبي ما هوش مكلف باش يمشي للجمعة إذا هزبوه به، أما إذا ما هزوش الصبي ما هوش إثم ولا بو إثم، لا. أما إذا هزبوه وعلموا كيفاش ينضبط ويقعد عاقل وكذا، هنو يربح فيه بو ثواب كونو علمو بداية الصلاة في جماعة، وربما يتعلق الصغير بالجامع وبالكذا. وكذلك المريض، كانوا مريض عاجز ما يتحملش على نفسه ويمشي يصلي الجمعة بدعوة أنه يحب الثواب، لا، عنده رخصة يقعد في داره. إذا مريض مرض عادي وبسيط وكذا ولا يخشى منه العدوى يعديش غيره ولا يعملش حاجة في الجامعة تسيء له ولغيره، هذاك لا، يقعد في الدار أفضل. كما قلنا المرأة كان حابت تمشي للجمعة تحضر تثاب على ما فعلته، أما لو كان ما مشيتش راي غير مذنبة لأن مش واجب عليها، والله أعلم. صلوا على الشهيد.